مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. بعد انقطاع طويل للأمطار استمر حوالي 30 يوما، بإذن الله ستعود الأمطار في منتصف هذا الأسبوع وبالذات يومي الثلاثاء والأربعاء. وهذا ملخص الأحوال الجوية، انقطاع مطري تجاوز 30 يوم، لكن هناك في منتصف هذا الأسبوع نتيجة للقاء منخفض البحر الأحمر أو امتداد منخفض البحر الأحمر مع منخفض جو في شرق البحر المتوسط ينتج حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء. هذه الحالة تؤدي إلى أمطار رعدية وبرد ورعد وزخات غزيرة من الأمطار بإذن الله، خاصة يوم الثلاثاء. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الصورة التي تبين الأنظمة الجوية. بنلاحظ أن النظام الجوي السائد كان في طبقات الجو العليا خلال الأيام الماضية، هو مرتفع جوي في طبقات الجو كافة، كان بيأثر أو يفرض علينا أجواء مستقرة ودرجات حرارة أدفى من المعدل وأيضا كتل هوائية دافئة. هذه التوزيع الحالي والفترة الماضية كان هناك امتداد لمرتفع جوي وأجواء مستقرة وارتفاع على درجات الحرارة، لكن إن شاء الله نتوقع والحالة الجوية المرتقبة على توزيع الأنظمة الجوية هناك منخفض جوي في شرق البحر المتوسط يلتقي مع منخفض جوي أو امتداد من منخفض البحر الأحمر ينتج حالة من عدم الاستقرار الجوي مع أيضا كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا وحوض علوي ينتج عنها أمطار بإذن الله في منطقة بلاد الشام وأيضا في السعودية وأيضا شمال مصر. أما الأحوال الجوية المتوقعة وخرائط الأمطار فبنلاحظ أن يوم الثلاثاء إن شاء الله تقترب هذا اللون الأزرق يمثل الهطول، وبالتالي يقترب الهطول تدريجيا صباح يوم الثلاثاء نتيجة هالحالة القوية من عدم الاستقرار الجوي التي تنشأ من امتداد منخفض البحر الأحمر مع لقائها مع منخفض جوي في شرق البحر المتوسط ينتج حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى في البداية إلى نشاط الرياح وإثارة الغبار والأثربة في المناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية الشرقية، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية بشكل واضح. لكن المناطق الشمالية والغربية تنشط الرياح، تتكاثر الغيوم، تنخفض درجات الحرارة انخفاض ملموس، وتبدأ الأمطار بالسقوط في معظم المناطق الشمالية والوسطى والغربية من المملكة، تنتشر ظهرا لتشمل تقريبا المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من المملكة، وتكون مصحوبة بالبرق والرعد والبرد، وتكون الأمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في كثير من المناطق خاصة المناطق الجنوبية والمناطق المنخفضة من المملكة، وأيضا في أماكن مختلفة من المملكة ستكون الأمطار غزيرة بإذن الله. ويوم الثلاثاء بتستمر أيضا هذه الأمطار الغزيرة بعد ظهر يوم الثلاثاء، وأيضا مساء بتستمر هذه الوضعية، ولكن يوم الأربعاء بإذن الله تسيطر على المملكة كتلة هوائية باردة تؤدي إلى مزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، وبتكون الأجواء باردة غائمة ماطرة، لكن الأمطار يوم الأربعاء بتكون أخف شدة وحدة مما حصل يوم الثلاثاء بإذن الله. ولكن إن شاء الله يوم الخميس تستقر الأجواء وترتفع درجات الحرارة. مشاهدينا نحذر من غزارة الأمطار من البرق والبرد والرعد وارتفاع أيضا منسوب المياه وجريان السيول خاصة يوم الثلاثاء بالأمطار الغزيرة والمصحوبة بالعواصف الرعدية والبرق والبرد. وقبل الهطول المناطق الشرقية هناك تدني لمدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة. نرجو للجميع السلامة، شكرا متابعتكم، نترككم في أمان الله ولكم أجمل تحية من طقس العرب.
النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، سيتي مول مكانك المفضل. تمويلكم مختبرات ميدلابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.